السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب عاملين ايه النهارده؟ جبنا لكم فيديو جديد انا وانتم طيبين بمناسبة العيد ان شاء الله. بقى يومين بالظبط على العيد ان شاء الله او يوم من نزول الفيديو دوت او على بال ما الفيديو ده ما ينزل. فكل سنة وانتم طيبين ورمضان يعني عدى بسرعة فعلا. فكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد ورب يعود علينا الايام دي بخير ان شاء الله تاني. وبيكم ان شاء الله ومعاكم باذن الله تمام. وقبل بدايه الفيديو عايزين الفيديو ده يوصل اكبر عدد من اللايكات لان احنا جايبين النهارده كلاب اسعارها حلوه جدا بتبدا من 200 جنيه وانت طالع تمام. ف 200 جنيه ان شاء الله في كلاب حلوه جدا والناس ياما طلبت مني كلاب لولو وكلاب روتويلر. فان شاء الله النهارده الفيديو النهارده في كلاب لولو في كلاب روتويلر فعايزين لايكات ياما بقى تمام. ما تاثروش معايا لان دي الحاجه الوحيده تقريبا اللي بتدعمني والقناه كمان مستواها نزل الفتره دي فعايزين نرجعها تاني لنفس المستوى. ويلا خلينا نخش في الفيديو من غير غيان. هو معانا كلاب الروتويلر فاحنا معانا النهارده جراوي تقليب عالي جدا وسعرهم غالي شويه تمام. هسيب لكم الصور كده اتفرجوا عليهم وقولوا لي رايكم. جراوي 45 يوم مرفق صور الاهالي موجود ذكوره واناث. المكان جسر السويس تمام. السعر 3800 جنيه قابل للنقاش. طبعا زي ما انتم شايفين الجراوي بسم الله ما شاء الله باين عليها ان هي تقليب محترم جدا فاكيد هي حاجه جميله. ولكن برضه لازم تشوف الاهالي عشان تتاكد وان شاء الله هي حاجات مستويات باذن الله يعني اضمنها لك انا. ولكن شوف برضه الاب والام لو عجبوك خد الحاجه دي من غير يعني ما تدور يعني وان شاء الله تبقى منسوخه من الاب والام. انا متاكد ان هم حاجات محترمه. كلب جيرفون ب 200 جنيه بس. الصوره اهي هسيب لكم رقم التليفون. عنده سنه مع السلسله وبودره الحشرات بتاعته تمام. السعر دوت لظروف السفر تمام. فالمكان الغردقه اللي عايز يتواصل مع صاحبه يعني يعتبر كلب تبنى 200 جنيه بس. معانا برضو كلب لولو لان في ناس ياما طلبوا مني كلاب لولو. فبرضو كلب لولو او كلب جيرفون ب 300 جنيه بس. المكان عجمي اسكندريه يعني. هسيب لكم رقم التليفون وصوره الكلب. الكلاب اللولو وهي كبيره يعني او كلاب اللولو ما حدش بيدور قوي في تقليبات فيها قد ما بيدوروا في سعر الكلب لان هو كلب صغير وخلاص استربيه في البيت منظر وبتاع. فهي اغلب الكلاب اللولو شكلها حلو اصلا فما حدش بيدور في تقليب قوي. ممكن تدور على شعره وكده والكلب ده شعره كويس وتقليبه حلو. ف 300 جنيه مش فلوس على الكلب. معانا كده جراوي صاحبهم بيقول ان هي كانت الام هاسكي والاب جيرمان. على كلام صاحبهم الجراوي دي اصلا سعرها قليل جدا. صاحبهم بيتكلم في 300 جنيه لحد 800 جنيه تمام. فاسعارهم كويسه يعني بتبدا من 300 جنيه لحد 800 جنيه. ممكن تشوف تقول له صور لي فيديوهات وكده فسعرهم حلو يعني 300 جنيه وكده مش فلوس. فشوف برضو صاحبهم هم بريد يعني برضو بريد داخل في بعضه فايه ميكس بريد تمام. فهم مش بلدي يعني او كده لا هم ميكس بريد يعني حاجه نوع داخل في نوع فهم حاجه كويسه يعني. فانت كلم صاحبهم لو عجبوك كلم صاحبهم تمام. هسيب لكم رقم التليفون للتواصل. ومعانا بقى كلاب المظلومه قوي او الكلاب المظلومه قوي البولي الاكس ال الحاجات الضخمه الحاجات الجمجمه الحاجات اللي هتبقى جسم معاك حاجات بسم الله ما شاء الله لسه جراوي والكلاب تحس ان هم جريد دان مش بيتبول. فدي حاجه رهيبه يعني لما صاحبهم بعت لي الصور انا قلت له ده بيتبول او دوت نوعه ايه لان باين اكتر ان هم جريد دان من كتر من الحجم ضخم. فايه جراوي تحس ان هي قلش على جريد دان من كتر ما الكلاب كبيره. بس بسم الله ما شاء الله الكلاب دي ان شاء الله تبقى حاجه مستويات حلوه قوي. في توصيل لجميع المحافظات والمكان القاهره وفي توصيل لجميع المحافظات فتقدر تتواصل مع اصحابه. وهسيب لكم رقم التليفون للتواصل. ويلا نروح للكلب اللي بعده. معانا بقى كده كلب جيرمان تقليب كويس 5 شهور. المكان الشرقيه قلتها زي يوم الشرقيه اخواتنا اللي في الشرقيه تمام. المكان الشرقيه ابو كبير تمام او الشرقيه يعني عشان الناس بتقولش انا بتريق عليهم لا كلنا واحد والله. المكان الشرقيه وعايز برضه يبدل بجاره بيتبول ويدفع فرق تمام. فاللي عنده مثلا حاجه بيتبول عايز يبدلها معاه ويكلم صاحبه هسيب لكم رقم التليفون. هو الكلب تقليبه كويس مش وحش يعني كلب كويس وكلب جميل تمام. فربنا يبارك لصاحب النصيب وربنا يبارك لصاحبه. هسيب لكم رقم التليفون للتواصل وبس. بس بما ان كنا وصلنا لنهايه الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. عارف قوي ان انا مقصر في الفيديوهات وحتى الفيديو ده قصير قوي. في ناس ممكن تقول لي ايه يا عم اللي انت عامله ده 5 دقائق او 6 دقائق بالكتير فالفيديو قصير عارف. بس والله 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 اول حاجه في رمضان فيديوهات الكلاب انتوا عارفين ان هي ما بتجيبش مشاهدات او ما بتجيبش تفاعل قوي. تاني حاجه اصلا الناس اللي بتعرض كلاب للبيع في رمضان قليلين قوي يعني هي في اول رمضان بتبقى ياما وبعد كده بتقل قوي في رمضان.
وبعد كده بتبدا تشتغل بقى في العيد اللي بيحب يجيب مثلا كلب بعيديته او كده. فان شاء الله بعد العيد هيبقى في فيديوهات جامده تمام. فانا بس عشان كده قصرت قوي في رمضان، يعني ده ممكن ثالث فيديو بس انزله في رمضان. يعني نزلت في رمضان ثلاث فيديوهات او اربعه بالكثير في شهر، مع ان انا كنت بنزل اربع فيديوهات في اسبوع تمام. يعني القناه زي ما تقولوا وقعتها تماما في رمضان. ومعلش برضو الواحد بيحب برضه يفطر مع اهله ويقعد مع اهله يتفرج على مسلسل، انتوا عارفين رمضان يصلي الكلام ده كله، في ناس بتقرا قران برضه، فما بنحبش برضه نشغلهم وكده. فبس اسف ان انا كترت في الكلام، ولكن الكلام ده كله كان في قلبي، وكنت عايز اقول لكم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. معاكم اخوكم تريكس، سلام.